محمد عبد الله كمساعد اول ومساعد ثاني سعد الشبرمي، بينما محمد ناصر كحكم رابع، بينما حكام الفي ار حكام التنيت الفيديو اليوم محمد سيف الحربي ومفرح عبد الله ال حسن في هذا اللقاء اللي باذن الله يكون واحد من اللقاءات المهمه هنا من جانب الفريقين. الواضح في الصورة أيضا الآخر ستيفان جيرارد النجم الكبير الإنجليزي والنجم الكبير لليفربول هو الحاضر ستيفان جيرارد في هذا اللقاء. لا شك أنها مباراة، لا شك أنها مباراة صعبة جدا، ثلاث نقاط بل ست نقاط من جانب الفريقين لأنهم تيح اللعب، بينما فينالدوم النجم الكبير أيضا والحاضر في هذا اللقاء في منتصف الملعب ومراد باتنا. هذه بالنسبة لسلافان بيليج، كرة ملعوبة عالية للأمام لكن كرة تتحول وتتصوب باليسار وكرة زاد خطيرة مسجلة بالجول بتمر جول. خطرة ظهير الأيسر عبد الله الخطيب، هذه كرة كويكبي لعب كرة عرضية لكن خلصت وجوردن هندرسون لعبها بلعبة ملعوبة للأمام وموسى ديمبلي نعم لعب الكرة لكن وصلت لجاكو برينيل لم يتعامل مع الكرة بشين توصل لراضي وراضي يلعبها للكويكبي والكويكبي يبحث عن لاعب ويلعب كرة في مكان جميل خطيرة جدا ملعوبة جول. يا كويكبي وقفت جاكو برينيل لعبها في زاوية حلوة لكن كرة بتمر خطيرة جدا خطيرة جدا خذوها لعب كرة في زاوية صعبة بتمر وتعدي وتوصل إلى خارج الملعب. ياهي كرة كويكبي أمام المرمى لعبها بشكل رائع جدا لكن موسى ديمبلي أضاع كرة وأي كرة كانت ممكنة تعطيك ثلاث نقاط جدا توصل مرة ثانية تتحول ومحاولة للتسديد والتصويب وين الكرة إلى هذا ليمر مراد أمامه عبد الله الخطيب ومر لكن يا برافو العطية يلعبها في مكان جميل جدا ناحية مروان أو مراد باتنا مراد يحاول يتقدم مراد يرسل العطية لكن كرة بتمر وتعدي إلى خارج الملعب متواصل من جانب الفريق اتفاقي والمتحاوي كرة توصل مرة ثانية لراضي راضي مرة ثانية في مكان جميل للخطير والهداف لكن كرة توصل مرة ثانية تيسران توصل لهندرسون يا سلام ما بين الأقدام يرسل كرة لفينالدوم فينالدوم ويحول كرة لعبد الله الخطيب وكرة فيها تقدم من جانب ديمي رايغراي يحاول يمر مر بشكل خطير يا سلام لكن الكرة تتحول فيها ضغط فينالدوم هل يمر ولا لا أمام سعيد بعطية فينالدوم معاه كرة هي كرة لديمي راي يحاول يعدي أمام اثنين يمر بشكل رائع جدا الله علي جول والكرة عدت هذا هو ديمي راي كريم حاول يمر أمام سعيد بعطية في اشتراك موجود حاضر بين ديمي راي كان كرة خطيرة جدا الكرة خطيرة لأن ديمي راي حقيقة المعلم والمعلمة محليا ودوليا وتحفيز لعطائهم الجميل وتحقيق أيضا في بناء المجتمع كرة ملعوبة للأمام لكن كرة توصل مرة ثانية تخلص وتوصل والمساهمة فعال في تشكيل ملامح مستقبل الوطن العظيم هذه الكرة كانت من جانب موسى الهدف يحتاج من يحرك الشباك هندرسون ياخذ كرة هندرسون قدم اليمنى جميلة جدا في مكان جميل الكرة بتروح لكن الكرة بتوصل أتباتنا مراد يلعب كرة للأمام قصاد سعيد بعطي يرسل كرة في مكان جميل يا الكرة خطيرة جدا في الكرة الماضية ياهي لعبة حلوة لعبة ملعوبة وسط مارسيل بالخطأ وسفيان بالدبكة فرق كبيرة وانت تحتاج الثلاث نقاط هذا ديمي راي ممكن يعطيك الحل يرسل كرة في مكان لكن كرة توصل نقطة كبيرة في ليفربول وصل توفيق محمد أمام الكرة مرة ثانية علي هزازي فيها صراع كبير في اللقطة وباولو فيكتور جوردن هندرسون يلعب كرة عالية للأمام لجاك هندري يلعب كرة عالية للأمام بالراس لكن الكرة تتحول وتوصل لسعيد بعطية تتحول خطيرة فينالدوم الله الله يا فينالدوم خذها وحاول يركن الكرة في أزاز
الزاوية الصعبة، لكن مرت الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا وفينالدو، هذا خطأ ولا لا؟ توصل مرة ثانية جوردن هندرسون، مرة ثانية رافي، رافي يأخذ كرة لكويكبي، لكويكبي لرافي، رافي لكويكبي، رافي العتيبي على اليمين، حلوة في مكانك يا فينالدو. هنا فينالدو يأخذ كرة، فينالدو يا عيني يا فينالدو يا عيني يا فينالدو، لكن قلب الأسد لا شك تتكلم ولا كرة، يلعب كرة عالية للأمام وكرة تتهيأ توصل مارسل، لا زالت خطيرة لأن الكويكبي مع الكرة، الكويكبي لعب الكرة لكن الكرة تتخلص ودعا كرة، مارسل يبحث عن الكويكبي، الكويكبي يأخذ كرة، الكويكبي محمد أمام كرة عالية للأمام، لدع اللاعب يحول كرة لديميراي، ديميراي يمر كلي يحاول يتقدم المساحات الرائعة جدا، هنا هي الكرة خطيرة لكن الكرة تطور توصل باليسار، صوب كرة علي هزازي، هذا علي، هذا علي هزازي صوب كرة قوية جدا، وموسى ديمبلي في موقف تسل، الأيمن راضي العتيبي، راضي يبحث عن لاعب يلعب كرة في مكان جميل جدا ناحية الكويكبي، ولا كرة مر لكن هذه الكرة فيها مرور وبعدها خطير جدا ناحية الخطير مراد باتنا، أمام مراد باتنا، أمام مراد باتنا مر تقدم، الكرة لازالت خطيرة والكرة لازالت مستمرة، هل فيها شيء؟ ديمبلي ولي ديميراي كريك، ديميراي كريك حول مر أمام أفريم يغسل كرة عرضية جول بكرة خطيرة، فريق الفتح أيضا فعالة بوجود مراد باتنا، راضي مر، راضي يرسل كرة عالي للأمام لكن الكرة وين؟ خطيرة أمام سعيد بعضية، ديميراي يحاول يمر أمام أفريم يا سلام أوبا مر لكن سعيد بعضية فوسفور لفترة وكان حضوره كبير جدا بجانب عمر الصومة، ثنائية جميلة كانت في فترة. توصل مرة ثانية على اليمين لكويكبي، الكويكبي ياخذ كرة ويرسل كرة بمكان، الله الله مال هل الهدف موسى، موسى موسى ديمبلي يا فارس الدهناء حاضر وماضي، أخذت من ماضيك سطو الحاضر، أخذت من ماضيك سطو الحاضر، الله على فارس الدهناء، الله على الموسى ديمبلي هذا الأصفر، وش اللي سواه؟ يا سلام على ديمبلي، شوف بعينك اللي سواه، شوف بعينك اللي سواه، هداف ولا يعرف إلا المرمى، لا يعرف إلا المرمى وهي جول، هي جول يا موسى يا ديمبلي أسمراني، الله على التحرك، الله على من الكرة ملعوبة، كويكبي لعبها في مكان ولا أروع ولا أجمل، والجميل الأسمراني موسى ديمبلي الهداف، الهداف الجميل الرائع جدا يا فارس الدهناء حاضر ماضي، قال يا فارس الدهناء حاضر ماضي، أخذت من ماضيك سطو الحاضر، سطو الحاضر، ولا توصل الكويكبي، الاتفاق يمتع اللعيبة ويمتع نفسه ويصوب كرة كويكبي، لكن الاتفاق يسيطر يهدي يلعب كرة مرة ثانية للأمام، توصل الكويكبي وكويكبي جول، كويكبي في مكان بتمر خطيرة، الكرة زادت مستمرة وتعدي من جانب الكويكبي. هذه الكرة من جانب راضي العتيبي أمام جانيني تافاريز، موسى ديمبلي في كل كرة خطر، في كل كرة خطر، هندرسون كويكبي يرسل كرة في مكان خطر، الله أوه أوه يا مارسيل، أوه يا مارسيل يا تيسران، انتقاء رائع جدا، لعبة هوائية جميلة جدا وصلت بخطيرة أمام المرمى لكن مرت على جاكوبريني، مرت خطيرة على جاكوب ريني، كورة صعبة جدا في هذه وعناصر الحقيقة اللي مؤدي أداء كبير، وهذا الجمهور الكبير حقيقة اللي كان لسنوات وسنوات طويلة جدا ينتظر بأن الاتفاق يرسل كرة في مكان جميل، علي سبيتي يرسل كرة في مكان لكن جاك هندري مرة ثانية، جانيني 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 يرسل كرة جول بتمر جول خطيرة، لا زالت مستمرة لكن راضي، جانيني تبريد
فيها تقدم ارسل كره من الخطا ارتدت مره ثانيه علي هزازي تتحول مصدفلي في نارجوم هجمه مرتده ديميراي مع كره في اليسار يحاول يقدم ديميراي كريم مع كره يحاول يقدم امام اثنين الله 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 طريقة ديفيد على طريقة الأسماء الكبيرة رود خالد الأسماء الهولندية الكبيرة صل كرة مصعد لوكاس مانويل مرة ثانية مرتدة لجانيني تافاريس جانيني يرسل كرة تحت مراد باتلة ومراد باتلة يرسل كرة جول الله عودة لوكاس مانويل الله يا فخر جدا في هذه الجولة الله يا لوكاس مانويل الله يا جانيني تافاريس مراد باتلة خدها بسرعة ولعبة زينة تيو تيو يحاول يمر تيو تقدم تيو معاه كرة يرسل كرة الله 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 خطيرة بكرة خطيرة رقم 11 هذه كرة ملعوبة للأمام توصل مرة ثانية للقدور توصل لفادي حمدي يرسل كرة لجانيني تافاريس ياخذ كرة يرسل كرة جول